معنا ومع حضراتكم الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ جمال. وكما ذكرت منذ قليل، يعني الكثير من الدلالات خرجت من خلال هذا المشهد المهيب الذي تبعناه اليوم وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قراءتك لذلك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد اصطفاف مهيب للفرقة السادسة في تفتيش الحرب وحضور مهم اليوم أمام المجتمع الإقليمي والدولي للدولة المصرية لتعبر عن رؤيتها الداعمة للسلام والاستقرار، هذا السلام المبني على القوة ومبني على أيضا الإرادة. وهذا ما تأكد في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية نعم لديها الخيار الاستراتيجي وهو السلام، وعملت من أجل الحفاظ على هذا الخيار على مدار 51 عام الماضية. وهنا وجدنا السيد الرئيس في صدارة حديثه اليوم يتحدث عن عمل الدولة على الحفاظ على تماسكها الداخلي وعلى قدرتها وعلى إمكانياتها وعلى مواجهة التحديات المختلفة، سواء طبعا مرورا بخوض المعركه يعني الكبرى في العبور والنصر العظيم، ثم ايضا التحديات التي جابها الدوله ايبان 2011 و2013 ومحاربه الارهاب وغيرها من تحديات، وصولا للاوضاع الاقليميه الراهنه. وفي ظل كل هذه التحديات وفي كل هذه العقبات، كانت الدوله المصريه حاضره بخيار السلام المبني على القوه والمبني ايضا على الاراده الشعبيه. حتى السيد الرئيس تحدث عن ان هذه الاراده ايضا كانت مفتاح النصر، يعني حتى مع فارق القدرات حينها، إلا أن الدولة المصرية بإرادة المقاتل المصري وبإرادة الشعب المصري استطاعت أن تحقق النصر. إذن السلام وهذا الخيار والاستراتيجي هو إرادة الشعب الذي تصونه وتحميه القوات المسلحة المصرية الباسلة، وبالتالي هذه كانت رسالة في غاية الأهمية. الأمر الآخر فيما يتعلق باستحضار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبقرية الرؤية المصرية، وهذه نقطة يجب أن نتوقف عندها بعض الوقت، لأن هنا هذه العبقرية في الرؤية الاستشرافية كانت حاضرة إبان حرب 73 وما تبعها، وأيضا حاضرة الآن. يعني حينما نرى أن الرئيس الراحل أنور السادات كانت لديه رؤية استباقية، وكما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها رؤية عبقرية، بالفعل هي كانت هكذا، لأنها رأت كل ما يحدث الآن منذ يعني عوام خمسة عقود سابقة، وبالتالي هذه الرؤية بالفعل كانت من الممكن أن تنأى بالمنطقة العربية عن الكثير من المخاطر. ولكن أيضا حينما نرى أن هذه الرؤية لم تنقطع، الدولة المصرية أيضا بنفس الرؤية، يعني منذ اشتعال وتيرة الصراع العام الماضي أيضا الدولة المصرية بنفس الرؤية الاستشرافية كانت حاضرة من خلال القيادة السياسية المصرية، حينما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتساع دائرة الصراع وعن خطورة هذا الاتساع الذي الآن نرى تبعاته السلبية على المنطقة. إذا نحن نتحدث عن عبقرية الرؤية المصرية الممتدة عبر العصور والتي يجب أن تكون محل اهتمام الجميع. في الحقيقة أستاذ جمال حضرتك ربطت ربط مهم للغاية، فكرة يعني عبقرية رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر، وأيضا عبقرية رؤية القيادة المصرية في هذه السنوات، خاصة السنوات العشر الفائتة وحتى اللحظة، فكرة الإصرار على البناء والتنمية، السلام، يعني السياسة الخارجية المصرية التي تتزم بالتوازن وتتزم بالرشد، يعني هذه العبقرية في الإرادة والإدارة هي الأساس في كل هذه السنوات 51 عام بعد حرب أكتوبر. فكرة عبقرية أيضا من حضرتك، فكرة هذا الربط بين ما كان وحتى اللحظة. يعني كل شكر لحضرتك، وبالتأكيد هذه أيضا العبقرية لم تكن تنظيرا سياسيا فقط، ولكن أيضا كانت عمليا على أرض الواقع. يعني حينما نرى تطبيق بقى هذه الرؤية على أرض الواقع، نجد المفردات حاضرة في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حينما تحدث عن عدد من تطبيقات
هذه الرؤية يمكن أن نرصدها في الوقت الراهن. السيد الرئيس تحدث عن المسار الدبلوماسي والمتعلق بالتوازن الخاص بالسياسة الخارجية المصرية والعمل المصري من أجل حل القضايا بشكل بنوع من أنواع دعم المسارات السياسية بعيدا عن مسارات وخيارات الحرب. هذه نقطة. العمل أيضا على بناء القوة الوطنية الشاملة سواء من خلال اللحمة الداخلية والاصطفاف الوطني أو طبعا من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وإعدادها للحفاظ على مكتسب النصر وهذا الخيار الخاص بالسلام وغيرها من أيضا مهام للقوات المسلحة المصرية وبجانبها طبعا الشرطة المصرية. وأيضا ما يتعلق بالعمل والتنمية والبناء كان كأحد أيضا ركائز تطبيق هذه الرؤية. يعني الدولة المصرية في الحقيقة أيضا بتخطو خطوات عظيمة للغاية نحو التنمية. هذا ظاهر وواضح بشكل محدد في سيناء مثلا. يعني حينما أرادت الدولة المصرية بعد عام 2014 لتطبق هذه المفاهيم ذهبت بكافة أدواتها التنموية حتى وهي تجابه الإرهاب، حتى وهي لديها الكثير من الأزمات الأخرى، إلا أنها أصرت أن تكون التنمية حاضرة مع تطبيق باقي هذه المفردات. إذن الدولة المصرية لديها رؤية دبلوماسية متزنة أوضحها السيد الرئيس اليوم، وأيضا حددها أو حدد وظائفها فيما يتعلق بالقضية المركزية تجاه طبعا القضية الفلسطينية هنا وهنا. السيد الرئيس أوضح نقطة بالغة الأهمية، ما يتعلق بالرؤية الشاملة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والمبنية طبعا على حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهذا لا نقاش ولا جدال في الدولة المصرية. في الحقيقة بتخوض معارك دبلوماسية صعبة للغاية من أجل الدفاع عن هذه المبادئ وإنفاذها داخل المجتمع الدولي. هذه نقطة. وأيضا الأمر الآخر المتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة في الوقت الراهن، وهنا السيد الرئيس تحدث عن ثلاثة محاور رئيسية فيما يتعلق بعمل الدولة المصرية في هذا التوقيت. ما يتعلق به طبعا العمل من أجل وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وأيضا المسار الخاص بالمساعدات الإنسانية. هذه مسارات العمل التي هي الدولة مهتمة أو الدولة المصرية الآن مهتمة بالعمل خلالها. وبالحقيقة أن من المهم جدا أننا نجد القيادة السياسية المصرية دائما حينما تتحدث عن الأوضاع الإقليمية، وأيضا كان من المهم أن السيد الرئيس أيضا النهاردة ربط ما بين الأوضاع الإقليمية الراهنة والأوضاع الإقليمية إبان أو ما قبل حرب 73. يمكن الرئيس أيضا قارن وأوضح أن الأوضاع كانت متشابهة، وهذا دليل أننا في حاجة إلى استحضار روح أكتوبر للعبور أيضا من هذا المأزق الإقليمي والحفاظ على دولتنا واستقرارها وأمنها القومي والحفاظ على هذا الخيار السلام الاستراتيجي. وبالتالي أيضا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية حينما يتحدث السيد الرئيس يرجع كل هذه الأوضاع الإقليمية إلى جوهر القضية، القضية الفلسطينية. وهذا مهم للغاية، لأن تفرع الصراع تعدد الجبهات هو نتاج أن القضية الفلسطينية ما زالت حتى الآن دون حل. فإذا كان هناك حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية من المؤكد أن سوف يكون هناك تهدئة في المنطقة، وسوف يكون هناك هدوءا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط. ثم انتقل السيد الرئيس مرة أخرى برسائله المهمة اليوم فيما يتعلق بالحديث عن القوات المسلحة المصرية وعن شرف القوات المسلحة المصرية وعقيدتها ورشدها. وهذه أيضا نقاط بالغة الأهمية، لأن الدولة المصرية بهذه العقائد الراسخة في العسكرية المصرية حققت النصر إبان 73، وحققت النصر أيضا في العبور من كثير من التحديات إبان 2011 و2013 ومجابهة الإرهاب، وأيضا تحقق النصر الآن بقوة ردع شاملة تستطيع من خلالها أن تزود عن البلاد أي من المخاطر التي هي نتاج ما يحدث في الإقليم. نعم، ما يحدث في طبعا قطاع غزة، ما يحدث في جنوب لبنان، يعني المنطقة فيها الكثير من الصراعات، فيها الكثير من التوتر، وبالتأكيد يعني كل ذلك بيرمي بظلاله بشكل أو بآخر على الدولة المصرية. وبالتالي الرسائل التي خرجت اليوم رسائل واضحة صريحة، رسائل يعني فيها جدية في التعامل مع هذه القضية الفلسطينية، الثوابت المصرية في القضية المصرية. يعني هي قضية تمس الأمن القومي المصري أستاذ جمال، ويعني مصر وقفت بقوة ضد مؤامرة إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة، تصفية القضية الفلسطينية. فمحددات الدولة المصرية في التعامل مع هذه القضية ثابتة واضحة محددة، دائما ما يكررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة دلالة ذلك.
بالتاكيد الثوابت المصريه حاضره في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافه المناسبات تجاه القضيه الفلسطينيه، وهذا يعبر عن ان الدوله المصريه في الحقيقه لديها رغبه طوال الوقت لتكرير هذه الثوابت امام المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي وحتى امام الداخل المصري، لنجتمع جميعا على هذه الثوابت ونتحرك من خلالها. وهذه الثوابت متفق عليها في الشارع المصري وفي دوائر صنع السياسه، ودائما القياده السياسيه المصريه ما تؤكد عليها، وبالتالي هذه الثوابت المتعلقه بحل الدولتين كحل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه وحق الشعب الفلسطيني في دولته، وهذه امور لا نقاش فيها، والدوله المصريه تدافع عنها بكل ما اوتيت من قوه. ايضا رفض مصر القاطع لفكره تصفيه القضيه الفلسطينيه، لان ما يحدث الان من محاوله لاذابه القضيه الفلسطينيه وتصفيه القضيه الفلسطينيه يتضح للعيان من خلال محاولات التهجير القسري سواء في قطاع غزه او في الضفه، او ما يتعلق بتفرع جبهات الصراع حتى يكون هناك لفت للانباء عن الانتباه عن جوهر الصراع، وتذهب او يذهب الانتباه الى جبهات اخرى بعيدا عن ما يحدث في قطاع غزه وما يحدث في الاراضي الفلسطينيه، ومن ثم يتم نسيان هذه القضيه، وهذا في الحقيقه امر خطير للغايه. وبالتالي مصر مصره على ان تذكر العالم بالقضيه الفلسطينيه، هي محور الحديث في الدبلوماسيه المصريه، وهي محور الاحداث في المنطقه، وبالتالي علينا ان نجد حلا لهذه القضيه. هذه النقطه، النقطه الاخرى، وهنا بقى اعود مجددا لما تحدث عنه السيد الرئيس فيما يتعلق باننا ليس لدينا اي اجنده خفيه. صحيح. وهذه نقطه بالغه الاهميه، لان الدوله المصريه وهي تتحرك لدعم القضيه الفلسطينيه، وهي تتحرك لدعم الاشقاء في لبنان، وهي تتحرك لدعم الاستقرار في السودان من خلال مسارات العمل السياسي او في الاشقاء مع الاشقاء في لبنان او حتى في الصومال او في اي من النقاط التي يحتاج فيها او تحتاج فيها القضايا العربيه والافريقيه مسانده الدول او الدوله المصريه، هنا الدوله المصريه تعمل دون اي من الاجندات، تعمل فقط من اجل المبدأ المتعلق بالسلام، المبدأ المتعلق بالحلول السياسية كحلول ناجزة لأي أزمات. وبالتالي هنا تأكيد أن الدولة المصرية دولة لديها شرف، لديها دبلوماسية شريفة، لديها سياسات شفافة وواضحة للعيان، وليست لديها أي أجندات لتخفيها عن العيان. وهذا بالمناسبة يتضح حتى في ليس الحديث المصري فقط، ولكن حينما نستعرض الحديث الخاص بكافة دول العالم سواء شرقا أو غربا، الجميع يتحدث أن الوسيط المصري في أي من القضايا هو الوسيط الموثوق به، الوسيط الآمن، الوسيط الذي يمكن الاعتماد عليه في قضايا الشرق الأوسط. إذا نجد كافة دول العالم تتحدث هكذا عن الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية بالفعل كما قال السيد الرئيس اليوم ليست لديها أي أجندات خفية، وبالتالي هي لديها شفافية دبلوماسية تعمل من خلالها مع المجتمع الدولي، فقط تحاول أن تهدئ من روع الأحداث في المنطقة، لأنها لديها إيمان راسخ أن الأمن القومي الإقليمي مرتبط ارتباط وثيق بأمنها القومي، وبالتالي حينما تعمل فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع إقليميا فهي تعمل لتحقيق أيضا مصلحة خاصة بأمنها القومي، وهذه المصلحة تفوق أي الاعتبارات، وبالتالي تعمل بكل شرف وبكل نزاهة من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي والإفريقي والإقليمي، من أجل أيضا أن ينعكس هذا إيجابيا على الداخل المصري. نعم، تعودنا من حضرتك أستاذ جمال دائما ما تعقد المقارنات وتعمل على استحضار روح أكتوبر في اللحظة الراهنة والوقت الحالي، يعني إذا ما عقدنا مقارنة بسيطة ما بين كيف استعد الشعب المصري لحرب أكتوبر وكيف استعد الشعب المصري لما بعد 2011-2013 من بناء وتنمية وتعمير في هذه الأرض المباركة، يعني كيف يمكن الربط بين المشهدين؟ هذا أيضا ربط مهم، وحتى في تحديات الوقت الراهن المواطن المصري هو كلمة السر. وهنا استرجع حديث السيد الرئيس في الاكاديميه العسكريه حينما تحدث عن اللحمه الداخليه والاصطفاف الوطني، اذا اردنا ان نجد العامل المشترك الرابط ما بين كل هذه الامور سوف نتحدث عن التماسك الداخلي المصري. التماسك الداخلي المصري هو مفتاح النصر سواء في 73، في ايضا العبور الامن من تداعيات 2011، من المرور من الامور الخاصه بما قبل وما تبع 2013 وحكم الجماعه الارهابيه واعاده
الدولة إلى مسارها الصحيح ومحاربة الإرهاب، وحتى في مسارات عمل أخرى، يعني حتى ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، ما يتعلق بجائحة كورونا، ما يتعلق بكثير من الأمور، حتى وصولا لتداعيات الأوضاع الإقليمية على الداخل المصري. نجد أن المواطن المصري هو كلمة السر، ووعي المواطن المصري هو كلمة السر. ولهذا دائما السيد الرئيس هنا يتحدث عن الوعي، وأن المعركة معركة وعي، وأن التماسك الداخلي ووحدة الاصطفاف الداخلي ما بين كافة مفردات النسيج الوطني، سواء المواطن، القوات المسلحة المصرية، الشرطة، مؤسسات الدولة، وأن يعمل الجميع داخل بوتقة الوطن وتحت راية الوطن، هذا هو سر النجاح، وهذا هو ما جعل الدولة المصرية تبقى الآن في وسط هذا الإقليم الذي تتهاوى فيه الدول للأسف. لماذا بقت مصر؟ لماذا ظلت مصر صامدة حتى الآن؟ لأن هذا الشعب لديه الإرادة التي تحدث عنها السيد الرئيس اليوم، والتي يذكرنا بها وبأهميتها السيد الرئيس اليوم، إننا حتى وإن كنا في 73 لم نكن لدينا القدرات الكبيرة على الصعيد مثلا اللوجستي أو العسكري، إلا أننا استطعنا أن ننجز النصر بالإرادة. والآن أيضا التحدي الإقليمي تحدي ضخم للغاية، مع الفارق أننا الآن أيضا لدينا قدرات عظيمة، قدرات لم تكن موجودة إبان 73. وبالرغم هذا أيضا الإرادة المصرية هي التعويل الحقيقي، والسيد الرئيس برغم القدرات التي أصبحت تمتلكها الدولة المصرية الآن، وهي قدرات قوة وطنية شاملة عظيمة لم تكن موجودة على مدار التاريخ الحديث المصري من قبل، إلا أن أيضا السيد الرئيس يراهن على العامل البشري، على العنصر البشري، على المواطن المصري الذي هو الحائط الصد الحقيقي للدولة المصرية. لأن المعركة الآن هي معركة عقول، معركة وعي، معركة إدراك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية على الداخل المصري. فكما كنا في 73 المواطن المصري هو الركيزة الأساسية في تحقيق النصر، أيضا المواطن المصري الآن هو الركيزة الأساسية في تحقيق عبور جديد بهذا الوطن وبالدولة المصرية من هذا العراق الإقليمي ووسط هذا التشكل الجديد الذي يحدث في العالم، في النظام العالمي الجديد، إلى عالم جديد بأيضا جمهورية جديدة تستطيع الصمود ووضع مصر في المكانة التي تستحق. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي جمال رائف على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.